مساء الخير. ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر بلدان باكستان، أفغانستان، الهند وطاجكستان، وأدى إلى مقتل 300 شخص كحصيلة أولية وإصابة 1000 مواطن وتدمير عدد كبير من المنازل والسيارات، وتشققت الطرقات وعمدت السلطات المسؤولة لمساعدة المواطنين ونقلهم إلى أماكن وملاجئ حفاظاً على سلامتهم. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث عم بيتأثر جونا بمنخفض جوي عم بيؤدي إلى طقس متقلب ممطر وعواصف رعدية. الحرارة معتدلة، رطوبة عالية، البحر معتدل الموج وحرارة 125 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم مع تساقط أمطار مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة. ولبكرة طقسنا غائم مع تساقط أمطار متفرقة وغزيرة ببعض الأحيان مترافقة ببرق ورعد مع انفراجات واسعة واستقرار بدرجات الحرارة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 20، على المرتفعات 17، بالبقاع 9 والأرز 6، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، إذن بجبل محسن 23، جبال 22، الحمراء 24 درجة، بننتقل من بعدها إلى الهلالية 23 والنقورة 22، النبطية 18 والمختارة 19، بعبدات 20 والأرز 11. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و 85%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و40 كيلومتر بالساعة، رياح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 20 أقصاها 24، نهار الخميس بتتراوح بين 20 و24، ونهار الجمعة بين 21 و25. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من صنعاء 26 والكويت 35، الدوحة 34، طرابلس 28، تونس 23، ورباط 23، أما باريس ف 15. وهيدا كان كل شيء. باي.